من القائل؟ ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بشوي ضحى فريق الأبطال. هل محتاجين اختيارات؟ هو في اختيارات. طيب، هل هو الإمام البصيري ولا أحمد شوقي ولا كعب بن زهير؟ يا ترى إيه الاختيار السليم؟ قول لي، هل أول مرة من الشعراء سمعت يا بشوي؟ يعني سمعت عن البصيري ولا أحمد شوقي ولا كعب بن زهير؟ مين سمعت عنهم أكتر؟ سمعت عن أحمد شوقي. تعرف عنه إيه؟ كان شاعر معاصري. بس؟ شاعر النيل. لا، شاعر النيل حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم. أمير الشعراء. أحمد شوقي. وبالمناسبة، من الذي لقب أحمد شوقي بأمير الشعراء؟ الملك فاروق؟ لا، الشاعر حافظ إبراهيم. شاعر مثله معاصر قال له أمير القوافي قد أتيت مبايعا. أمير القوافي، القوافي يعني الشعر، وهذه وفود الشرق قد بايعت معه. أمير الشعراء أحمد شوقي. طيب، هل فريق النجوم يشارك معانا؟ احنا لسه ما قلناش الإجابة، لكن عايزين نعرف. سمعنا عن كعب بن زهير، هو كان خدنا له كذا قصيدة متهيألي، خدنا له متهيألي في الصف الكام لو تفتكروا؟ تاني؟ لا، أو الصف الأول. الأول الثانوي، اللي هو الاعتذار. هو كان قصيدة البوردة تقريبا. اللي الله عليك، اللي هو الاعتذار. ممتاز يا مينا، مركز. اللي هو الاعتذار، كعب بن زهير، هو شاعر مخضرم، شاعر جاهلي مخضرم، عصر الإسلام. خلي بالك، مخضرم يعني كان جاهلي وعصر الإسلام. العفو المأمول تقريبا. العفو المأمول، جميل جدا. لا شاطر. لا فعلا سر التفوق، ومعانا احد المتفوقين من ابنائنا. ممتاز يا مين. طيب، الاختيار بقى ارجع لكم، تختاروا مين من الثلاثه؟ الهدى والرسول. البيت في مدح. يا سلام عليك يا بشوي، الوحده الوطنيه جميله. يبقى البيت في مدح الرسول، صح؟ ثانيه، هو سؤال، هو كعب بن زهير كان ايام الجاهليه ولا عصر الرسول؟ عصر الرسول كذلك. هو مخضرم كعب. كعب ابن زهير. كعب ابن زهير، ماشي. هروح للإجابة عند مينا. هل متفقين؟ طبعا هم لو صح هياخدوا الإجابة صح، بس أنا بسألكم عشان نصعب العملية ما نحذفش، قد يكون هم صح. هل تتفقوا مع بشوي وضوحة في أن الإجابة كعب ابن زهير؟ هو احتمال كبير، هو يا تقريبا احتمال كبير. هو طبعا للأسف الشديد هو أمير الشعراء في قصيدته الرائعة في مدح الرسول، أحمد شوقي. دي الإجابة السليمة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بالمناسبة بقى، ما يجهله أو ما لا يعرف، مش كنت يجهله، خلينا نستخدم كلمات حنينة شوي، ما لا يعرفه كثير من الناس عن الإمام البصيري، هذا الإمام الرائع الذي قال قصيدة أيضا في مدح الرسول، على فكرة اسمها إيه؟ خدوا بالكم، اسمها الكواكب الدرية في مدح سيد البرية للإمام البصيري. الكواكب الدرية في مدح سيد البرية. وبالمناسبة الإمام البصيري كان عايش في القرن الحادي عشر. طبعا الفريقين، فريق الأبطال وفريق النجوم، ما عرفوش يجاوبوا عن السؤال ده. هنرجع لفريق النجوم ومن القائل.